السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في واسع رحمته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حديثنا الليلة وهو عن عالم البرزخ، عالم البرزخ الذي قال فيه رب العزة في كتابه العزيز: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما هو عالم البرزخ؟ متى يبتدئ ومتى ينتهي؟ وكيف يكون حال الأموات في عالم البرزخ؟ وهل الأموات يشعرون؟ وهل يتكلمون؟ وهل يتزاورون؟ وهل يشعرون بزيارة الأهل والأحبة؟ هل يتنعمون؟ هل يتألمون؟ كل هذه الأمور سوف نتعرف عليها في حلقة هذا اليوم. أكيد أيها الأحبة الكرام أن الموت ليس نهاية الحياة، بل الحياة تستمر في الوجود. الحياة هي رحلة طويلة الأمد في ملكوت الله. فالإنسان ينتقل من عالم إلى عالم، ينتقل بواسطة الموت من نشأة إلى أخرى، من حياة في عالم الدنيا إلى حياة في عالم آخر بعد القبر يسمى بعالم البرزخ. تبدأ الحياة البرزخية من حين قبض روح الإنسان وإيداعه في القبر، هنا تبدأ الحياة البرزخية، ثم تستمر حتى قيام الساعة. البرزخ في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، كل حاجز بين شيئين يسمى برزخا. ربنا سبحانه وتعالى قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. هذا في اللغة حاجز. أما المقصود بالبرزخ فهو يطلق على هذه الفترة التي يمر بها الإنسان من وقت الموت إلى البعث. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الحياة الدنيا أيها الأحباب الكرام هي مجرد محطة قصيرة، وإلا فإن الإنسان حياته طويلة وطويلة جدا، تنقسم إلى ثلاث أقسام. هناك الحياة الدنيا أولا والتي تنتهي بالموت، وثانيا هناك حياة البرزخ وهي التي تكون بعد الموت إلى قيام الساعة، وثالثا هناك حياة الآخرة وهي التي تكون بعد قيام الناس من قبورهم إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. فالإنسان حينما يموت ويوضع في القبر نقول لقد دخل إلى الحياة البرزخية، عالم آخر غريب يفصل بين الدنيا وبين الآخرة. لما يموت الإنسان تنفك عنه روحه، الجسد يوضع في التراب والروح تصعد إلى بارئها، ثم بعد ذلك ترجع الروح إلى هذا الجسد وتبقى حية مدركة تسمع وتبصر. بل إن أرواح المؤمنين والمؤمنات في قبورهم يسبحون في ملكوت الله ويسبحون
في عالم الملكوت ربنا يأخذهم حيث أراد وقدر، بل إن أرواح المؤمنين تتصل بأرواح المؤمنين الآخرين، يتصلون بالآباء والأمهات وبالأجداد والجدات وبالأحباب، يناجي بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض. والروح لما تعود إلى الجسد في القبر، فصاحب القبر يشعر إما بالنعيم وإما بالعذاب، يشعر إما باللذة وإما بالألم حسب إيمانه. فكيف يعيش هذا الميت في الحياة البرزخية؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بأن القبر هو أول منازل الآخرة، فالآخرة فيها منازل مثل القطار في محطات، كل محطة تتلوها محطة، القبر هو أول منازل الآخرة. ولما يوضع المؤمن في قبره يبشر بمكانه في الجنة أو بمنزله في النار. إن كان العبد مؤمنا من أهل الإيمان ومن أهل اليقين ومن أهل الصلاح، لقي في قبره الراحة والفسحة والسرور والسعادة. وإن كان كافرا عاصيا فاسقا، لقي نتيجة بعد عن الله في قبره العذاب الأليم. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت كان يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. منذ أن يوضع في القبر وينصرف الناس عنه، سيدنا النبي يقول: استغفروا له، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن، الآن سوف يسأل. طبعا كما مر بحلقة الأمس تحدثنا عن سؤال الملكين نكير ومنكر أو بشير ومبشر، يسألني الأسئلة المعهودة الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في التي بعث فيكم؟ وربنا يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، لأن فيه خوف عظيم. الإنسان ما إن يوضع في القبر إلا ويسأل: إن للقبر كلاما في كل يوم يقول: أنا بيت الغربة، أنا القبر، أنا بيت الوحشة، أنا القبر، أنا بيت الدود. هكذا يقول، ثم يقول عن أهل الإيمان وأهل اليقين: أنا القبر روضة من رياض الجنة، أنا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الكل يسأل، حتى من لم يقبر. هناك بعض الناس ماتوا بحوادث غريبة، إما غرقا في البحار أو في الأنهار والأودية، وإما أحرقوا بالنار وصاروا رمادا، وإما تعرضوا لحوادث فتمزقت أعضاؤهم، وإما أكلتهم سباع أو حيوانات وحشية. ورغم كل هذا فإن الإنسان يجمع جسمه ويوضع في قبره حتى ولم يكن له قبر في منظور الناس، ويسأل عن أعماله ويجازى بالخير خيرا وبالشر شرا. وطبعا إذا مات ابن آدم قامت قيامته، تقوم القيامة مباشرة، فالروح ترد إلى جسد الميت، فيشعر الميت ببعض الحياة، يتنعم إن كان تقي ويعذب إن كان غير ذلك. اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى يصف حال الشهداء في الحياة البرزخية: إنهم في حالة فرح وسرور وسعادة وحبور. يقول الله تعالى عن الشهداء: الذين يظهرون أنهم أموات في قبورهم لكنهم أحياء. قال عنهم: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا سلام، الشهداء في قبرهم تراهم جثث هامدة، لكنهم في الحقيقة يتنعمون ويسعدون وهم فرحون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم
ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص ما بقي هناك خوف ولا بقي هناك حزن للمؤمنين في قبورهم وفي العالم البرزخي. أما المشركين والكافرين والملحدين والعياذ بالله فهؤلاء يعذبون في قبورهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الملائكة لما يقبضون أرواح الكفار والمشركين والملحدين يتبعونهم إلى القبور ويضربونهم بالسياط. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وتحدث ربنا عز وجل عن آل فرعون الذين ادعوا الألوهية واستعبدوا الناس واسترهبوهم. ماذا قال؟ تحدث عنهم في الحياة البرزخية كيف يقضون حياتهم. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون يعذبون في عالم البرزخ رغم أنهم قد هلكوا وانتقلوا بالدنيا والقيامة لم تقم بعد. القيامة لم تقم وهم يعذبون. لماذا؟ لأن القيامة والجنة والنار ليس فيها شمس ولا غروب ولا شروق ولا صبح ولا مساء. ربنا لما يتكلم عن الدار الآخرة يقول: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الدار الآخرة ما فيها لا صبح ولا مساء ولا شمس ولا قمر، وإنما نور يتجلى من عند الله. أما هنا وربنا يتحدث عن الحياة البرزخية لآل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة، يعني في انتظار قيام الساعة آنذاك يقول ربنا عز وجل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا إله إلا الله. هكذا الأموات، وكلنا سوف نكون أموات، هي أموات تتبعها أموات، كلنا أموات، ولكن كل له محطة وكل له أجل، له بداية ونهاية. سبحان الله، تحولوا إلى أرواح يملكها الله عز وجل. الله هو الحكم ذو القوة المتين. والمشركون والكافرون والملحدون آنذاك يندمون، يعضون على أيديهم ندما وكمدا، ويتمنون لو أنهم يعودون إلى الدنيا فيركعوا لله ركعتين، أو يسجدوا لله سجدتين، أو يدرفوا بين يدي الله دمعتين، أو يتصدقوا على المساكين بدرهمين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. سبحان الله. الأرواح تلتقي فيما بينها، تلتقي أرواح الموتى وتتعارف وتتزاور، ويستبشر أحده بمقدم أقاربه. فمجرد أن نضع الميت في قبره الليلة الأولى هي الصعبة، تقضيها مع الملكين نكير أو منكر أو بشير ومبشر، هي أصعب ليلة. يشعر بالوحشة القبر، يشعر بأنه وحيد، يشعر بأنه انتقل من عالم إلى عالم. أصعب ليلة عند الميت الليلة الأولى. الليلة الثانية ما الذي يقع له؟ يأتيه أحبابه، تلتقي روحه مع روح من سبقه بالإيمان، والديه وأجداده وأعمامه وأخواله وأحبته وأقاربه، يلتقون ويتزاورون كما كانوا يتزاورون في الدنيا. أراهم متعين بعضيتهم، أرى المؤمنين والمؤمنات في فرح وفي سرور. جاء في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض الله تعالى نفس العبد المؤمن تلقاه أهل الرحمة من عباد الله، يعني أهل الإيمان، تلقوه كما يلقون البشير في الدنيا. البشير في الدنيا جاب البشارة، جاب خبر ديال النجاح أو خبر ديال الفوز أو خبر ديال الربح، الناس كيفرحوا به كيتسمى البشير. هكذا يتلقونه أهل الرحمة كما يلقون البشير في الدنيا، فيقبلون عليه ليسألوه، همهم أكبر أن يسألوه. فيقول بعضهم لبعض: انظروا أنظروا أخاكم حتى يستريح. الكل اللي سبقوه بالموت، الوالدين والأجداد والأحباب، كيتسابقوا عليه وكيبغوا يعنقوه ويسولوه،
فيقول بعضهم لبعض أنظروه حتى يستريح، خلوا يستريح بعد جيش شطرق شطرق من بعيد، أنظروا أخاكم حتى يستريح فإنه كان في كرب. ما سهلاش دوز واحد الأيام شديدة، ساعة تاع المرض وسكرت الموت وخروج الروح، ثم غسل الجنازة وتكفينها وتجهيزها، ثم الذهاب بها إلى القبر، ثم انصراف الأهل والأحباب عليه، ثم الليلة الأولى قضاها في الوحشة، وجاءه نكير ومنكر أو بشير ومبشر يسألانه، هذا شدة وكرب. فهم فرحانين به، بغوا يعنقوه، بغوا يرحموا به، يقول أنظروا أخاكم حتى يستريح فإنه كان في كرب. فيقبلون عليه ثم يسألونه، يسألون عن أحوال العائلة والأحباب، فيقولون ما فعل فلان وما فعلت فلانة، هل تزوج فلان، هل تزوجت فلانة، هل فلان يصلي، هل فلان يقرأ القرآن، هل فلان يخرج زكاة ماله، هل فلان يصل رحمه، هل فلانة التزمت بالاحتشام واللباس الاحترام، هل كذا كذا، يسألون واحد واحد. ثم يسألون عن رجل أو عن إنسان آخر فيقول لهم قد مات، فيضرب بأيديهم يقول قد هلك، فيقول إن لله وإن إلي راجعون، لم نلتقي به كما التقينا بك. فيسألون فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، لقد ذهب به إلى أمه الهاوية، بئست الأم وبئست المربية، ذهب به إلى أمه الهاوية، بئست الأم وبئست المربية، بمعنى أنه كان ليس من أهل الإيمان، فلم يحضر معهم إلى الجنان، وإنما انصرف إلى النيران فلم يلتقوا به. هذه أكبر خسارة، أكبر حزن، كي يلتقوا به الأموات لما يعلمون بأن أحدهم قد هلك ومات ولم يأتي إليهم، وإنما له مسلك آخر وطريق آخر إلى النار. ثم بعد ذلك تعرض أعمالهم عليهم، فإذا رأوا حسنا استبشروا، وقالوا للميت الجديد الوافد الجديد، قالوا هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع بعبدك. وهكذا تبقى حوار بين الأموات في عالم البرزخ، عالم آخر ليس كعالمنا. تصوروا أيها الأحباب الكرام أن في الحياة البرزخية الميت يعرف حتى من يزوره من الأحياء من العائلة والأحباب والأقارب، وإذا زرنا الأموات نكثر فقط من الدعاء الرحمة والمغفرة والرضوان. وكان الأنبياء أعطاهم الله واحد الخاصية أنهم يخاطبون أقوامهم من الموتى، سيدنا النبي كان يخاطب الموتى، وكل الأنبياء خاطبوا الموتى. مثلا يحكي ربنا عز وجل عن قوم صالح لما وقع عليهم العذاب ثم ماتوا، جاء سيدنا صالح إلى قبورهم وبدأ يخاطبهم ويؤنبهم، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الإنسان في قبره يسمع، والأنبياء أعطاهم الله الخاصية أنهم يسمعون كلام أمواتهم. لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نزور المقابر، وقال لنا إذا زرتم المقبرة سروا لها بأدب واحتشام، ولا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، يكون هناك احترام في اللباس وفي الهيئة. وإذا دخلنا نسلم على أهل القبور، نسلم عليهم، لابد أن نسلم على أهل القبور. لماذا؟ لأنهم يسلمون علينا، يردون علينا السلام، نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. هذا خطاب لمن يسمع ويعقل. فلما ندخل إلى المقبرة ونقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هذا خطاب لا يكون إلا لمن يسمع ويعقل. فلا يمكن أن نخاطب جماد أو معدوم أو تراب، بل نخاطب عقلاء يسمعون ويعقلون. وبعد ذلك هم يردون علينا السلام. قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه،
يرد السلام. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته إذا خرجوا إلى المقابر، فكان يقول: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لكم ولنا العافية. فنحن لما نزور المقبرة لابد أن ندعو لهم بالسلام أولا، وبالرحمة والمغفرة والرضوان والعافية، أسأل الله لنا ولكم العافية. طبعا الموتى ينتفعون بسعي الأحياء ويستبشرون بها، ملي كيمشي للحي المقبرة وكيدي معه واحد الصدقة وكيعطي للفقراء والمساكين ويقرأ ما تيسر من كلام الله ويرفع أكف الضراع بالرحمة والمغفرة، فإن الميت ينتفع بكل هذا، بل ويأنس يشرب الأنس يستأنس ويفرح بمن يزوره وينتفع بما يهدونه إلى أرواحهم من ثواب الأعمال الصالحة، أهديناهم مثلا تلاوة القرآن أو صدقة من مال أو أي عمل صالح أهديناهم، يستفيد أمواتنا آباؤكم وأجدادكم وأحبابكم. لكن سبحان الله تعالى هناك فئة من أهل الإيمان لا يطيلون المدة في عالم البرزخ، عالم البرزخ يبقى ممتدا إلى قيام الساعة، لكن هناك فئة يطوي لها الله الزمان والمكان فيدخلون إلى القبور ومنها إلى القصور، نقول من القبور إلى القصور، يتوقف عندهم الزمن، لا يبيتون إلا ليلة واحدة أو ليلتين فقط. قالوا: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. من ذلك مثلا يحكي ربنا عز وجل في كتاب العزيز عن صاحب ياسين، صاحب ياسين انتقل إلى نعيم الله تعالى في دار كرامته بمجرد أن مات أو قتل. ماذا قال ربنا عز وجل في سورة ياسين؟ قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يا سبحان الله، صاحب ياسين مباشرة لما قتل قيل له ادخل الجنة من القبور إلى القصور قبل ليلة أو يوما أو بعض يوم، ولما دخل لم يكن بمفرده، وجد هناك من سبقه من أهل الإيمان، لأن ربنا قال قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفل ربي وجعلني من المكرمين. جعلني من المكرمين يعني يلقى المكرمين سبقوه، ربي عبر عليهم بالمكرمين اللي هما من أهل الخير، هذوك يتسموا من القبور إلى القصور، بحال ماعز الصحابي الجليل الذي وقع في الزنا وجاء إلى النبي الكريم وقال طهروني طهروني، قصة طويلة. فلما رموه بالحجارة وطبقوا عليه الحد ومات، بعض الناس بدأوا يسخرون منه، قالوا ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فقال النبي الكريم: إنه الآن في الجنة ينغمس في أنهارها، إنه الآن الآن في الجنة ينغمس في أنهارها. فهناك فئة من أهل الله لا يبقون كثيرا في البرزخ، هم من القبور القصور، ما الذي يقع؟ يتوقف الزمن بالنسبة إليهم، وإلا فإن نهاية حياة البرزخ تكون ببداية الإذن منه سبحانه وتعالى لقيام القيامة، فيوم القيامة يكون هناك النفخ في الصور، النفخة الأولى فيموت الخلق، وفي النفخة الثانية يحييهم الله تعالى للحشر والحساب. الأرواح ومطلق الكائنات تظل كذلك في كتم الفناء والعدم إلى أن يأذن الله تعالى بالنفخ في الصور نفخة ثانية، وهناك تقوم الساعة ويسمى بيوم البعث والقيامة، كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية الله تعالى يأمر الكل يقوم، في النفخة الأولى يموت كل الخلق يبقى الله وحده،
يقول لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، فيقول لله الواحد القهار. حتى ملك الموت الله تعالى يأمر ويقول يا ملك الموت موت، فيموت ملك الموت في النفخة الأولى، يموت كل الخلق، يكون العالم كما بدأ. أول الأمر كان العالم فناء، كان الله وحده ولم يكن شيئا قبله ولا بعده. قال ربنا عز وجل كنت كنزا مكنونا فخلقت الخلق لكي أعرف. قبل أن يخلق الله الخلق السماوات والأراضين والإنس والجن والملائكة كان هناك العدم، كان الله وحده. سيرجع ربنا إلى هذا المقام، ففي النفخة الأولى سيموت كل الخلق ويفنى كل الوجود ولا يبقى إلا الله وحده، ويقول لمن الملك اليوم؟ حتى ملك الموت سوف يموت. لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، صمت دامس. فيجيب ربنا عز وجل لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك ينفخ الله تعالى فتقع القيامة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هذه النفخة الله تعالى يأمر السماوات فتمور، ويأمر الجبال فتسير، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ثم بعد ذلك يأتي البعث والنشور لكل الخلائق، كأنه نوم عميق ثم استيقاظ. فقال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. في النفخة الثانية الكل يبدأ يحيا من جديد، مثل النبتة، النبتة ديال القمح باش كتنبت في السنبلة. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الكفار والمشركين والملاحدة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يسمون القبر ديالهم مرقد، مكان للرقود للنوم. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هكذا أيها الأحباب الكرام هو عالم البرزخ، ففيه فائدة كبيرة أن نتعلم ما الذي يقع في هذا العالم. الإيمان بالغيبيات عموما فيها فائدة كبيرة من حياة البرزخ، لأنه يزرع في النفس الإيمان الراسخ بالله والدوام على مراقبته والخوف من عقابه والاجتهاد في عبادته وطاعته. الإيمان والاطلاع على عالم البرزخ يزجر النفس عن ارتكاب المعاصي ويردعها عن فعل المنكرات، ثم يدفع بها إلى التقوى والصلاح وفعل الخيرات. فالموت أيها الأحباب الكرام أكيد أن كل واحد منا أخذ منه أحبابه. الموت لما يأخذ منا أحبابنا وأقاربنا خصوصا الوالدين والأولاد يكسر قلوبنا، ليترك وراءه ضيفا ثقيلا علينا وهو الحزن يبقى في القلوب. لكن العزاء الوحيد أنه سوف ينقل أحبابنا وأقاربنا من دار الفناء إلى دار البقاء، ينقلهم من الدنيا إلى دار الخلود إلى الجنة، ونحن جميعا سوف نرحل إليهم عندما يحين الوقت وقت قطارنا. والحكم دوما لله الواحد الأحد ملك الملوك. نسأل الله تعالى أن يرحم أمواتنا وأمواتكم، وأن يسكنهم فسيح الجنات، وأن يلحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، ويجعل آخر أنفاسنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.